الهدافين في الشامبيونز ليج، ومحمد صلاح كمان وصل لرقم 8. نشوف لغايه دلوقتي القايمه بهدافي الشامبيونز ليج لغايه دلوقتي، وان شاء الله باذن الله يكون كمان محمد صلاح يقدر يعوض فارق الثلاث اهداف. طبعا سيباستيان هيلر طبعا من اياكس امستردام ب 11 هدف، ليفاندويسكي بايرن ميونخ 9 اهداف، نجمنا الكبير محمد صلاح ليفربول 8 اهداف، ونكون طبعا مهاجم لايبزيج الالماني ب 7 اهداف. رايك ان شاء الله باذن الله محمد صلاح قادر في الجولات اللي جايه انه ممكن يعوض هذا الفارق، ولا المباريات صعبه؟ يعني مباريات البريمير ليج ممكن جدا يكون فيها مساحات اكتر، يكون في فرصه اكتر لمحمد صلاح بخلاف طبعا مباريات الشامبيونز ليج. طبعا يا كابتن، وخلي بالك ان صلاح دلوقتي حاليا بقى خلاص صلاح النجم رقم واحد في ليفربول، النجم اللي كله بيعمل له حساب، فبقى حاليا عليه رقابه لصيقه جدا من كل الفرق، كل المدافعين اللي بيقابلوه. بدا المدربين دلوقتي حتى بيعملوا لكل المدربين، ده قالها كذا مدرب خلال التصريحات الفتره اللي فاتت، بيعملوا دراسات يشوفوا للمدافعين بتوعهم صلاح بيلعب ازاي، خد بالك بيتحرك كذا، بيخش منطقه الجزاء، السرعه، بيغازل، بيعمل عشان يسدد. فصلاح بقى في النقطه دي بقى مميز جدا، وده بيواجه معاه صعوبه في تسجيل الاهداف، خاصه زي ما حضرتك قلت فرق دوري ابطال اوروبا فرق قويه جدا. صحيح. مش بخلاف الدوري الانجليزي، لانك انت بتاخد الصفوه في كل دوله، اللي بيشارك في البطوله هو الفريق الاقوى في كل دوله، فما يقابل اتلتيكو مدريد فرقه قويه جدا دفاعيا، اما يقابل بايرن فيها اسماء كبيره جدا في الدفاع، فرقه اليوفي مثلا فرقه قويه جدا على صعيد الدفاع، فهيواجه صعوبات كبيره محمد صلاح، ولكن كله مرتبط باستمرار ليفربول، استمرار ليفربول في البطوله، لان لسه محمد صلاح هيلعب في اللقاء وفي بعد كده دور 8 وفي دور 4 وفي النهائي، فمحمد صلاح في حال استمرار فريق ليفربول قادر انه ينافس بقوه على لقب الهداف. طب انت قلت اياكس فرصها وهتكسب سهل جدا بنفيكا في مباراه العوده، ده لان المدير الفني اريك تنهاج ده مدير فني متميز، ولا التشكيله واللعيبه الموجوده في اياكس تفوق القدرات البدنيه والقدرات الفنيه لفريق بنفيكا؟ طيب اريك تنهاج الموسم الخامس مع فريق اياكس عامل نجاحات كبيره جدا، نجاحات كبيره جدا. لو تفتكر يا كابتن السنتين اللي فاتوا كان هو دايما في الميركاتو الصيفي على راس اولويات عدد من الفرق الكبيره، الكبيره تم ترشيحه لبرشلونه، تم ترشيحه لريال مدريد، وتم ترشيحه لفرق كبيره جدا في اوروبا، ولكن هو مستمر مع فريق اياكس، لديه مشروع، الراجل دايما بيتكلم عليه، عنده مشروع نجاح كبير عايز يعمله في اياكس، قدر هو كون الفرقه دي، حتى الصفقات اللي جابها من بره هو بيعتمد على طبعا فرقه اياكس، واحده من افضل اياكس امستردام، من افضل فرق العالم في مدارس او الاكاديميات الكره اللي عنده، بيقدم بيطلع لعيبه مميزه جدا، عنده فرق لعيبه كثيره في التشكيل طالعين من اكاديميه اياكس ومن النجوم الصغيرين في اياكس، بجانب الاستخدامات اللي عملها الصفقات المؤثره اللي عملها، فهو مدرب ناجح جدا ومدرب لديه رؤيه ثاقبه ومطلوب زي ما قلنا، مطلوب في كذا فرقة في العالم، ولكن هو بيراهن على مشروعه في اياكس، وعايز اقول لك ان الجماهير حاليا في اياكس امستردام والصحف الهولنديه بتتكلم على فريقها، ان فريقها ده ممكن يعيد اللقب من جديد الى هولندا، عندهم طموح جدا انهم طموح كبير جدا انهم ممكن يكسبوا دوري ابطال اوروبا، وليه بيقولوا ليه لا، احنا فرقه ماشيه بقوه، بنهزم، تفوقنا جدا في دور المجموعات، خدنا 18 بوينت. تعال نشوف اريك طبعا، تعال نشوف قال ايه بعد طبعا التعادل مع بنفيكا 2-2. مدير فني على مستوى عالي جدا، ليه رؤيه، عنده خطه لفريق اياكس للوصول لابعد نقطه في الشامبيونز ليج. نشوفه مع حضراتكم بعد التعادل 2-2 مع بنفيكا.